شبكة شام ثائر الديري. سيد ثائر، أهلا بك على هذه النشرة. حدثنا بداية عن الأوضاع من حولك، تحديدا في دير الزور وما جوارها. نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا السلام. أخي، أبدأ بخبر اليوم في مدينة دير الزور، حيث تمكن الجيش الحر من أسقاط طائرة من طراز ميغ في مدينة دير الزور، والطائرة قبيل أسقاطها نفذت غارة جوية على ريف دير الزور وبالتحديد مدينة موحسن، حيث قامت بغارة جوية على مدينة موحسن أدى إلى استشهاد شخص وهناك أيضا عدد من الجرحى. بعد ذلك تابعت لتنفيذ غارتها على مدينة دير الزور، ولكن الجيش الحر كان يقظا لها وتم أسقاط الطائرة وبالتحديد في حي الحويقة، ولم يستطع الطيار الخروج من الطائرة لأنها كانت على علو منخفض وقتل داخل الطائرة. طبعا أما بالنسبة للوضع اليومي لمدينة دير الزور، فمنذ الصباح الباكر ومدافع النظام مراجمات الصواريخ لم تهدأ من دكافة أحياء المدينة، حيث قامت قوات النظام بقصف كل من حي الجبيلة وحي الموظفين والرشدية، أيضا قامت قوات النظام باستهداف وسط المدينة حي الشيخ ياسين وحي الحميدية والعرضي بالمدفعية الثقيلة. طبعا أدى ذلك إلى تدمير واحتراق عدد كبير من المنازل. أيضا قامت قوات النظام بقصف الجهة الشرقية من المدينة، حي الصناعة وحي المطار القديم وحي العمال، وألحقت خسائر مادية في منازل المدنيين. أيضا يكثف النظام من طلعاته الجوية، وكما ذكرنا اليوم أيضا، واستهداف طبعا كافة مناطق دير الزور. طبعا إثر ذلك تدور اشتباكات عنيفة وبالأخص في حي الحويقة، وتقدم ملموس للجيش الحر في هذا الحي، حيث أنه الآن على مشارف حي الجورة، هذا الحي الاستراتيجي المهم والذي تقع فيها الأفرع الأمنية، فرع المخابرات الجوية وفرع الأمن العسكري، أي أنها الآن على مرمى الجيش الحر. ومن الممكن في الأيام القادمة سوف يتقدم الجيش الحر إلى حي الجورة وتحريره من أيدي قوات النظام. أيضا اشتباكات في حي الصناعة بين الجيش الحر وقوات النظام، والجيش الحر مصمم على تحرير الحي بشكل كامل والتقدم بعد تحرير هذا الحي إلى حي هرابش وفرض حصار خانق على مطار دير الزور العسكري وحاجز جميان الذي تسيطر عليه قوات النظام منذ بداية الحملة على مدينة دير الزور، أي منذ عام ونصف تقريبا. أيضا تجري اشتباكات عنيفة في كل من حي الجبيلة والموظفين، وقد أكد لنا الجيش الحر تقدمهم في هذه الأحياء. أيضا جرت اشتباكات في حي الرصافة، حيث استطاع الجيش الحر صد قوات النظام التي تحاول جاهدا السيطرة على هذا الحي، لكن الجيش الحر يمنع تقدمهم ويلحق خسائر في صفوف قوات النظام. طبعا بالنسبة لمطار دير الزور العسكري، يستمر حصار مطار دير الزور العسكري وتجري اشتباكات عنيفة على أسوار مطار دير. وضحت الصورة سيد ثائر، أشكرك جزيلا. سيد ثائر الديري مراسل شبكة شام، كنت معنا من دير الزور.